بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني، ولد الإمام أحمد ببغداد ونشأ بها ومات بها رحمه الله. ولد الإمام أحمد بن حنبل سنة 164 هجرية في بغداد ونشأ فيها يتيما لأن أبوه توفي، وقد كانت يعني بغداد في الوقت ده هي الحاضرة وعاصمة الحضارة العالم الإسلامي، وكانت لها ما لها تزخر بأنواع المعارف والفنون المختلفة في شتى الثقافات وأنواع العلوم الإنسانية المختلفة. وكانت الحقيقة أسرة الإمام أحمد بن حنبل بتدفع بيه وبتوجهه دايما على أنه يسعى إلى طلب العلم. وفي سنة 179 هجرية بدأ الإمام أحمد بن حنبل أنه يتجه إلى دراسة الحديث النبوي الشريف، وبدأ يسعى يروح للمشايخ والعلماء عشان يطلب، يعني بدأ يطلب ده في بغداد عند شيخه هشيم ابن بشير الواسطي حتى توفي شيخه، يعني راح له لهشيم الإمام أحمد وهو صغير عشان يتعلم الحديث الشريف، وظل مع هذا الشيخ لغاية لحد ما توفي شيخه 183 هجرية. وكان الإمام أحمد في نفس الوقت هو بيتلقى على إيد هشيم شيخه، وبيتلقى في نفس الوقت عن غير شيخه هشيم أحيانا الحديث، هو سعى لأنه يتلقى الحديث من كثيرين، وكان بيحضر بعض مجالس أخرى في الحديث من أهل العلم المعاصرين اللي كانوا في زمانه، وده كان حرص من الإمام أحمد بن حنبل على المزيد في طلب الحديث الشريف، فكان يسعى لطلبه بكل ما أوتي من قوة. وبعد موت شيخ الإمام أحمد هشيم بن بشير أخذ أحمد بن حنبل يتلقى الحديث حيثما وجده، وقعد في بغداد يأخذ من شيوخ بغداد الحديث بجد ودأب وحرص ومثابرة. وحتى والدته كانت بتشجع الإمام أحمد بن حنبل وبترشده دايما وتدعوه دايما إلى أنه يكون يعني إيه يرفق بنفسه، هي شايفاه واخد المسألة بجد شديد جدا، فهي دايما تقوله يعني إيه ارفق بنفسك وستحصل ما تريد أن تحصل. لو هي لقيته يعني بيعسف على نفسه في طلب العلم فكانت، أو أنه أرهق نفسه أو أتعبها، فكانت يعني هي رضي يعني رحمها الله تقول له يعني رفقا بنفسك، وهو نفسه قال هذا الكلام وهو بيحكي عما مر به في حياته. فبيقول كنت ربما أردت البكورة في الحديث، يعني أطلع بدري كده وأحصل أكبر قدر من الأشياخ والمعلمين، فتأخذ أمي بثيابي حتى يؤذن الناس أو حتى يصبح أنت طالع بدري، يعني عايزة تقول له هو عايز يروح بدري عشان تحصيل العلم وللدرس والتعلم، وأنه كمان يروح ينتظر المعلم شغفا بطلب العلم. فكانت أمه تقول له رفقا بس يرفع الأذان، هو يبدو أنه كان بيتحرك قبل الوقت قبل الفجر، فكانت هي تقول له رفقا بنفسك يعني. فهو بيحكي عن مدى يعني ما كان لديه من مثابرة وحرص شديد وشغف قوي جدا بطلب علم الحديث. ظل الإمام أحمد بن حنبل في بغداد يطلب الحديث، يعني يتعلم الحديث ويسعى إلى الأشياخ والعلماء ليطلب عنهم ويتلقى عنهم الحديث لغاية سنة 186 هجرية. وبعد كده بدأ برحلاته المتنوعة في طلب الحديث، يعرف أن في عالم كبير في البلد الفلاني يرحل إليه ليأخذ عنه الحديث، فرحل إلى الحجاز ورحل إلى تهامة ورحل إلى اليمن وغيرها من البلدان، كل مكان فيه عالم من العلماء قدر طاقته يسعى ويجري عشان يحصل المزيد من تلقي الحديث النبوي الشريف. كل ده احنا بنقوله تأكيدا على جهود العلماء الأجلاء في وقت مبكر
للعناية بالسنة النبوية المطهرة وخدمة السنة النبوية المطهرة. الحقيقة الإمام أحمد بن حنبل خد عن كتير من العلماء والمحدثين، ولما بلغ حوالي 40 سنة، 204 هجرية تقريبا، جلس الإمام أحمد بن حنبل للتحديث، إنه يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس كذلك للإفتاء في بغداد، وكان الناس بيتلفوا حوالين الإمام أحمد ويجتمعون على درسه، حتى إنه ورد في بعض كتب السير إنه الإمام أحمد كان مجلسه لا يقل عن 5000 طالب علم قاعد يتلقى عنه الحديث ويتلقى عنه العلوم، فكان يجلس للتحديث ويجلس للفتيا رحمه الله تعالى. يعني الإمام أحمد بن حنبل بنفهم ده من خلال السيرة بتاعته، كان طلبه لتعلم وتلقي الحديث الشريف مبكر جدا، يعني منذ فجر شبابه، وكان المحدثون الذين يحدثون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في كل بقاع الأراضي الإسلامية منتشرون يعلمون الناس ويحدثونهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لابد للإمام أحمد إنه يأخذ قدر طاقته عن كل علماء الحديث. ده الخطة بتاعته، إنه يتلقى قدر طاقته من كل علماء الحديث اللي كانوا في زمانه في أي مكان كانوا بيبقوا فيه، يعني في العراق، في الشام، في الحجاز، في تهامة. ولعل الإمام أحمد بن حنبل نقدر نقول إنه هو أول محدث جمع الأحاديث في كل الأقاليم ودونها، وإن مسند الإمام أحمد بن حنبل شاهد كبير على كده. هو جمع الحديث الحجازي والشامي اللي رواته من أهل الحجاز واللي رواته من أهل الشام، والحديث البصري والكوفي جمعا متناسبا في جهد كبير جدا في مسنده، مسند الإمام أحمد بن حنبل. نرجع تاني لرحلات الإمام أحمد بن حنبل ونعيش يعني بعض الوقت مع تفصيل رحلاته في طلب العلم، طلب الحديث النبوي الشريف. هو بدأ الإمام أحمد بن حنبل الرحلات بتاعته خارج العراق، يعني أو كما ذكرنا في عام 186 هجري، عشان يتلقى الحديث عن الرجال، عن الرواة. فرحل إلى أماكن كثيرة، حتى في يعني تعلم في العراق، رحل إلى الحجاز وإلى تهامة وإلى اليمن، وكان مثلا يعني نستحضر موقف كده إنه هو كان يود أن يرحل إلى الري، دي بلد كده في ناحية يعني أو في منطقة ناحية الإيران، ناحية إيران. فهو بيقول إنه يعني هو لما أراد يرحل إلى الري، يعني بلد بعيدة عن مقره، عشان يستمع فيها إلى محدث كبير وعالم جليل اسمه جرير ابن عبد الحميد. هو ما كانش شاف جرير ابن عبد الحميد، وكان التحقيق في علم الحديث إنك تروح للرواة الكبار وأهل هذا العلم، تتلقى العلم من فمهم، تاخده من صاحب العلم نفسه. وهو الحقيقة لم يكن يرى هذا الرجل، وما شافوش في بغداد، وهو كان كوفي يعني، وما قدرش حتى يطلع الرحلة دي، لأن هي كانت عظيمة النفقة أو تكلفها هتكون كتير عليه في يعني في ذلك الزمان أو في هذا الوقت. والحقيقة ما تيجي مثلا نشوف حرص الإمام أحمد بن حنبل إنه يأخذ عن عالم ثقة كجرير بن عبد الحميد. والحقيقة جرير بن عبد الحميد ده كان كثير، كان ثقة كما يصفه أهل العلم، علم العلو في علوم الحديث، في وصف هذا الرجل في علم الرجال كان ثقة كثير العلم، وكاتبين كده ويرحل إليه، يعني ده لازم يسعى إليه عشان ياخدوا العلم اللي عنده. والراجل ده كان أصلا كوفي، وذكر أحد أهل العلم قال عن جرير إن هو حجة، كانت كتبه صحاحة. ده ابن عمار كان بيقول كده، كانت كتبه صحاحا في الحديث يعني، وهو كوفي الأصل، لكن هو نزل إلى الري عشان ينشر الحديث بها، لكن الحقيقة لم يتمكن الإمام أحمد أن يرحل إليه. المثال ده بيوضح مدى حرص الإمام أحمد بن حنبل والجيل ده
والجيل اللي قبله واللي قبله على طلب الحديث من أهله، وإنه كمان جهود العلماء. لما تسمع قصة جرير ابن عبد الحميد، هذا العالم الثقة الكبير والذي قيل يرحل إليه لطلب العلم منه، وإنه كان كثير وعظيم العلم، ده راح يقوم بمهمته. عشان تعرفوا ليه الحديث كان منتشر، لأنه علماء الحديث ما كانوش بيقعدوا في أماكنهم، إنما كانوا بيرتحلون شرقا وغربا. طلاب الحديث بيروحوا يتعلموا من أهل الحديث، والحلقة العلمية دي كانت شغالة، أو حتى أهل الحديث اللي بلغوا مبلغ التعليم يرتحلوا إلى أماكن أخرى في الديار الإسلامية كلها، ويسافروا عشان يعلموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا انتشر الحديث وانتشر تعليم الحديث، ولم يكن يعني ما كانش فيه قطر من الأقطار الإسلامية إلا وكان فيه مجالس بتعلم الحديث النبوي الشريف. كل ده إحنا ماشيين مع رحلة الحديث النبوي الشريف. توالت رحلات الإمام أحمد بن حنبل وكترت، عشان يلتقي، يسافر شرق وغرب عشان يلتقي وبعلماء الحديث ويتلقى عن رجال الحديث شفاهة، ويكتب عنهم ما يدرسه وما يأخذه من العلوم والمعرفة. وكان مثلا رحل إلى البصرة أكثر من حوالي 5 مرات، وكان يقيم فيها أحيانا، يقعد في البصرة مثلا حوالي 6 شهور عشان يتلقى. يروح ليه بيعمل إيه؟ ده مجهود، يتلقى عن بعض الشيوخ وإنه يدون عنهم، والتدوين ده على حسب مقدار اللي بيتلقاه من الشيخ الذي رحل إليه ليتلقى على يديه الحديث الشريف. من ضمن رحلات الإمام أحمد بن حنبل إنه راح للحجاز وتهامة 187 هجرية، والتقى في الرحلة دي، لما راح الحجاز التقى بالإمام الشافعي في مكة المكرمة. التقى الإمام أحمد بن حنبل بالإمام الشافعي في مكة المكرمة، وهو كان بياخد الحديث من وبيتلقاه عن سفيان بن عيينة. ومع أخذه لهذا الحديث من سفيان بن عيينة، أخذ كذلك من فقه الإمام الشافعي ومن الأصول والقواعد وبيان النسخ والمنسوخ، وكمان تلقى على الإمام الشافعي الكثير. وكان اللقاء الثاني للإمام أحمد بن حنبل بالإمام الشافعي كان بعد كده في بغداد، لما راح الإمام الشافعي إلى بغداد وقبل أن يأتينا في بلدنا الحبيب مصر. فهو كان قبل أن يأتي الإمام الشافعي في مصر، الإمام الشافعي توفي بمصر ودفن فيها، فكان رحلة الإمام الشافعي إلى بغداد، التقى به المرة الثانية الإمام أحمد بن حنبل في بغداد، وكان معه بقى كان الفقه بتاع الإمام الشافعي والأصول التي أصلها والقواعد والمنهج الدقيق الذي فتح به على الإمام الشافعي. وكان ابن حنبل في الوقت ده كان بدأ ينضج في العلم، وحتى كان الإمام الشافعي بيعول على الإمام أحمد بن حنبل في معرفة صحة الأحاديث أحيانا، ويقول للإمام إذا صح عندكم الحديث، فإذا يعني عند الإمام أحمد، شوفوا الأدب في حديث العلماء والفقهاء، إذا صح عندكم الحديث فأعلمني به. ده كان كلام الإمام الشافعي للإمام المبارك الإمام أحمد بن حنبل رحم الله الإمام المبارك. أنا أطلق عليه الإمام المبارك، واللي عايز يعرف ده يعيش مع سيرة الإمام أحمد بن حنبل الذي تفوه عنه بالسوء أحد الجهلاء اللي بيسمي نفسه تنويري. رحم الله الإمام أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة، إمام عظيم من أئمة الهدى اللي تزينت بيهم أمة النبي الحبيب، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه في كل وقت وحين.